السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. اليوم عندنا لكم اللكسس الإيس موديل 2022 فئة 300 الH اللي هي الهايبرد. هذه تعتبر أقل مواصفات في الهايبرد، جاية بمحرك 4 سلندر هايبرد اللي هو الهجين، سعته 2.5 لتر، يولد قوة 214 حصان، والجير CVT. الله ينور عليكم، شغلونا الإنارة وأخيرا. هذه الواجهة حقتها طبعا جاية باللون الأسود، ولكن عشان الغبار مو بوضح لكم اللون، لون أسود جميل جدا. إنارة أمامية LED مع إنارة الالتفاف، بخلاف إنارة الفليشر اللي هذه يعتبرها نقطة انتقاد كبيرة لكسس، إنه خلاص الفليشر الهيليجين أو إنارة الهيليجين ككل خلاص انتهت. 4 حساسات أمامية، عندنا لوجو لكسس الأمامي جاي زجاجي باللون الأزرق، دلالة على أن السيارة هايبرد. هذه من الأمام عليها فتحة سقف عادية، دخول ذكي لجميع الأبواب. هذه السيارة من الخلف، فيها كاميرا خلفية، جناح خلفي، لوجو الإيس 300 الH دلالة على الفئة هذه، وبرضو حتى اللوجو جاي باللون الأزرق، واللوجو الخلفي برضو جاي باللون الأزرق. الشنطة الخلفية جاية مو بكهرب، جاي عادي. هذه اكسسوارات السيارة جاية عادي مو كهرب بحكم انها ستاندر. هذه هي من الجنب، شوف الصرفية حقتها ما شاء الله جدا ممتازة، اللتر الواحد يمشيك 24.1 كيلو، وسعة خزان الوقود 50 لتر، فالحسبة راح تظهر امامكم تقريبا كم تمشي في الفل الواحد. ندخل داخل السيارة ونكمل لكم بقية المواصفات. جاية بلون جملي، اغلب الاجزاء جاية بيانو بلاك. هذه هي من الداخل برضو، هنا بيانو بلاك، تحكم في الزجاج كلها اوتو، لوجو لكسس مضيء على عتبات الابواب. من الخلف بعكس الفئة اللي صورتها لكم قبل اللي هي الفول اوبشن، مو بجاية هنا في تحكم، جاي عادي جدا. فهذه السيارة من الخلف زي ما تشوفون عندها هنا كوب هولدر، ما في اي تحكم هنا، هنا مساحة تخزين لها ربل، ولكن موجودة في صندوق الاكسسوارات عشان ما تضيع اثناء الشحن. مسند وسطي ما فيه برضو اي شيء، ما ادري ليش يفتح بسرعة، يرجع بسرعة جدا. الدرج اللي وصلنا للساعة الخلفية، ستارة خلفية موجودة، فتحة سقف عادية، انارة للسقف LED. هذه زي ما تشوفون هنا مو بلمس، عادية جاية، هذه انارة تشتغل مجرد فتح الابواب او غلقها، لكن هذه مو بلمس، الامامية جاية لمس. نظام الصوتي عادي مو بمارك ليفنسون. في الخلف هنا ايش موجود عندنا؟ فتحات التكييف مع منافذ الطاقة اليو اس بي تايب سي و 12 فولت هنا موجود. هذه السيارة من الخلف، سعتها جميلة ممتازة السيارة. ننتقل للمواصفات الأمامية. نجي لجهة الساق، لاحظوا معاي على عتبات الأبواب عندنا لوجو بروجيكتر، عندنا بروجيكتر هنا مضيء بلوجو اللكسس، أنا ما أدري كيف أوضح لكم إياه، لكن بلوجو لكسس جدا جميل. عشان الإنارة مو واضح، شوفوا كيف معي من الداخل، جدا جميل ما شاء الله، جدا جدا جميل، مع برضو لوجو لكسس المضيء على عتبات الأبواب هنا. التحكمات عندنا على الأبواب، الزجاج كلها أوتو، سنتر لوك الزجاج مع سنتر لوك الأبواب، والتحكم في المرايا وطيها برضو أوتو، التحكم في مرتبة الساق والراكب كهربائي. هذه سيارة من الأمام، هذه تعتبر أقل فئة في الهايبرد. دخلنا داخل السيارة، وخلونا نكمل لكم بقية المواصفات. بالمناسبة هذه المفاتيح ما فيها تشغيل عن بعد، حتى نفتح جاي لوجو لكسس باللون الأزرق، دلالة على أنها هايبرد. نشغل السيارة ونقول بسم الله، وبرضو الزر جاي باللون الأزرق، طبعا تشغل وتطفي ولا كأنك تدري شو السالفة، لأنها هايبرد ما شاء الله، ما في أي صوت ولا أي ضجيج يطلع من السيارة، بخلاف الصيف لما تشغلها التكييف فقط اللي راح يظهر صوته. طيب نكمل بقية المواصفات. هذه هي عجلة القيادة زي ما تشوفون، جميلة، تبديل خلف المقود، تحكم في مثبت السرعة العادي، ما فيها تفاعلي أو أي رادار أو أي شيء ثاني. تبديل صوتيات وتركات، من هنا تتحكم في شاشة العدادات أو هي شاشة الرحلات. العدادات هذا شكلها جميلة جدا، عندنا على اليسار فرار اللي هو تراكشن أو زر تراكشن، على اليمين عندنا تضغط في المنتصف يحولها لوضعية النورمال، تضغط للأعلى حيحولها للسبورت، تنزل للأسفل حيحولها للإيكو. على اليسار هنا عندنا مساحة تخزين، فتح خزان الوقود، فتح الصندوق الخلفي مع فتح غطاء المحرك، الجرنط الإلكتروني حيكون هنا موجود. شاشة برضو جميلة جدا مع ساعة لكسس الشهيرة،
التحكم هنا حيكون في الصوتيات مع اللي هو التحكم في التكييف منفصل بين السائق والراكب. ما فيها تبريد للمقاعد. هذا الفرار زي ما قلنا اغلب اكسسوارات سياره تنشال عشان الشحن. عندنا فتح ستاره خلفيه، مدخل للسي دي، بالاضافه لانه هنا عندنا برضو حاملات الاكواب اللي حامل كوب واحد عفوا مع منفذين يو اس بي ومنفذ الاي او اكس. الجير السي في تي هنا موجود، التاتش باد الشهير، زر الاي في مود اللي هو يحول السياره وضع الكهرب، الاوتو هولد هنا موجود، وبرضو هنا عندنا كوب هولدر وهذه تك عليها يدك عشان تستخدم تاتش باد. هنا عندنا المسند الوسطي في منفذين يو اس بي تايب سي ومنفذ طاقه 12 فولت. امانه التاتش باد كويس مو سيء، ولكن فكره انه يكون ماوس اكثر عمليه، لانه التاتش باد التحكم فيه شوي كذا ما حبيته، ما انا صراحه شخصيا ما احبه زياده، فلما يكون ماوس يكون افضل. هذه الشاشه، نجي للقائمه الرئيسيه، عندنا هنا التكييف، الاعدادات وغيرها. نرجع للهوم، حيطلع لنا حاله البطاريه، حاليا شغاله على البطاريه، فهي مجرد ما تفضل البطاريه حتحول للمحرك اللي هو البنزين، مجرد ما امتلت البطاريه والسياره مرتاحه كممشى حتشتغل على محرك على المحرك الكهربائي وعلى البطاريه. ولما تكون السياره مرتاحه والبطاريه فل امورها تمام، حتشغل المحركين مع بعضهم، يعني يساندون بعض، هذا يساند هذا، فتعطيك صرفيه جدا ممتازه في السرعات المعقوله اللي هي من 120 واقل. من الاعلى عندنا مرايه تعتيم، اناره سقف LED بالكامل، حلوه صراحه فكره اللمس بسرعه. فتحه سقف عاديه والتحكم فيها، السقف جاي اللون الجملي، اكيد شماسات فيها مرايه واناره للسائق وللراكب، لكسز ما تبخل علينا بولا شيء. خلونا الان ننتقل لشكل الاناره الاماميه ونختم بقيه التفاصيل. نجي الان لشكل الاناره الاماميه ككل LED بخلاف الفليشر اللي هذا انتقادي عليه جدا كبير. يعني لكسز يا جماعه الخير، فليشر هيليجين خلاص، خص الامامي الخلفي لا، اللي الايس تجي الامامي والخلفي هيليجين، بعكس الفئات الاعلى حيكون الامامي LED والخلفي هيليجين على كل الفئات بشكل عام. في الايس الايس لا، الامامي الفئات الاقل حيكون هيليجين والخلفي كلها LED من الاقل الى الاعلى. فهذا هو تصميم الاناره من الامام، وعلى فكره السياره شغاله الحين، فهايبرد ما شاء الله ما تسمع لها اي حس. ومن الخلف برضو اناره فل LED. والى هنا وصلنا الى نهايه التغطيه لهذا اليوم، يعطيكم العافيه على المشاهده. سعر السيارة اللي أمامكم 227 ألف ريال شامل للضريبة. أنا أدري والكل يدري سعرها بالوكالة مو كذا، ولكن هذه الأسعار الموجودة في المعارض. إن شاء الله أعطيتكم المختصر المفيد عن السيارة. السيارة موجودة عند معرض صقر ند للسيارات في معرض الرياض القادسية، أرقامهم راح تحصلونها في صندوق الوصف. لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وتضيفونا على حساباتنا في السناب شات والإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة، في أمان الله.